إذن ما زلنا نتحدث مع حضراتكم عن البيان الختامي للقمة الأفريقية في دورتها 31. للمزيد معنا هاتفيا الأستاذ أيمن السيسي الكاتب والصحفي والمتخصص في الشؤون الأفريقية بالأهرام. أهلا بحضرتك، يعني كيف تابعت البيان الختامي؟ وربما كان التفاؤل طاغيا على الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة، هل جاء البيان الختامي يعكس هذا التفاؤل؟ يعني أعتقد هو البيان الختامي غالبا في كل قمة أفريقية وزي القمة العربية بيغلب عليه التفاؤل، وإن كان محتاج أنه يتم تفعيله على أرض الواقع. يعني توجه الدول الأفريقية أو تحركها في إطار محاربة الإرهاب ومحاربة الفساد والاهتمام بالجوانب العرقية في القارة الأفريقية والفساد الإداري وما إلى ذلك، كل ما آخر ما تعرض له البيان. أعتقد أن ده محتاج شغل على الأرض وإرادة قوية لتحقيق كل ما تم في البيان وما تم في بيانات أخرى مشابهة في السابق. طيب اليوم من ضمن البيان الختامي حصول الاتحاد على موافقة العديد من الدول، حتى وصل عدد الدول الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية حرة ما بين الدول الأفريقية ودول الاتحاد، وصل إلى 49 دولة من أصل 55 دولة. من وجهة نظرك، ما هي المعوقات التي تقف أمام الدول الأفريقية لإنشاء هذه المنطقة، ومتى سيبدأ بالفعل العمل فيها؟ المعوقات هي وجود تواصل أو اتصال أو خطوط ملاحية بحرية وجوية وبرية بين الدول الأفريقية، لأنه احنا غالبا مجموعات الدول الأفريقية للأسف في أزمة في التنقل، يعني أزمة التنقل بين أو النقل بين الدول الأفريقية سواء للأفراد أو للبضائع هي أكبر المعوقات. أعتقد إذا تم إنشاء كيان اقتصادي يسمح به أو يحمل حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، ده هيكون مهم جدا، لأنه مش من منطقي جدا أن أنت تكون بتصدر سلعة من مصر عبر باريس مثلا خط ملاحي جوي، أو عبر أسبانيا في خط ملاحي بحري، في حين أن أنت عندك القدرة على أن أنت متصل، السواحل الأفريقية كلها متصلة سواء في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب. ممكن لو تم إنشاء شركة ملاحة بحرية أفريقية زي ما إنشأوا البنك الأفريقي، ده ممكن يعمل على تسهيل النقل. كذلك في الملاحة الجوية، ربط الخطوط أو ربط الطرق البرية بين الدول، أعتقد أن ده هيسهل كتير. فإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدان ده مهم جدا، فضلا عن رفع يعني الجمارك، لان في احيان بعض الدول الافريقيه بتبقى جماركها اكبر مما ممكن يتحمله اي مصدر او منتج لسلعه ما، فبالتالي تخفيف الجمارك، اعطاء ميزات او افضليه للمنتج الافريقي مع الخطوط الملاحية سواء البحرية أو الجوية أو البرية. أعتقد هو ده أهم جزء ممكن يبنى عليه، لأن احنا عندنا تجارب مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة غرب أفريقيا وفي مجموعات التكتلات الاقتصادية، لازال التجارة البينية بينهم في نفس المجموعة أو بين الدول في نفس المجموعة قليل لقلة الحركة ولصعوبة الحركة. طيب أستاذ أيمن، يعني ليست هذه هي القمة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأفريقي حول مكافحة الفساد، ولكن يمكن الجديد هذه المرة أن عنوان القمة في دورتها 31 هو مكافحة الفساد. ما الذي من الممكن أن تضيف هذه القمة بشأن مكافحة الفساد ومحاربته، وما هي الآلية لتنفيذ ذلك حتى لا تصبح قرارات فقط زي ما حضرتك قلت وتعدو كونها حبرا على ورق، يعني يكون لها آلية للتنفيذ على أرض الواقع؟ يعني ليه ما يكون في منظمة شفافية أفريقية زي منظمة الشفافية الدولية اللي بتراعي أو بتتابع العمليات التحويلات وعمليات تحويل الفلوس وعمليات العقود وحركة البيزنس بين الحكومات والحكومات أو الحكومات والشركات، لأن ده مهم جدا. أولا فكرة النقل، كمان نقل الخبرات من الدول اللي عندها قدرة على مكافحة الفساد أو أظهرت قدرة عظيمة على مكافحة الفساد زي مصر. احنا عندنا الرقابة الإدارية قايمة بدور هام في مكافحة الفساد، ليه ما يبقاش فيه كيان أفريقي برضو خاص بالشفافية وتنقل إليه
خبرات زي خبرات الرقابة الإدارية أو الأمن المصري في تعقب الأموال العامة مثلا، التهرب الضريبي، يعني كل ده يعني أعتقد لو تم وضعه في إطار أو في كيان معترف به إفريقيا وله حق ممارسة عمله أو كما يسمى داخليا هنا الضبطية القضائية، أعتقد أن ده ممكن يقلل من الفساد. كمان من الأشياء المهمة جدا الاهتمام بالمناطق المهمشة في الدول الأفريقية وخصوصا المناطق الحدودية، لأن دي جانب من فكرة تنمية الفساد عبر تسهيل تهريب البضائع وتسهيل تهريب المخدرات وتسهيل تهريب السلاح، وغالبا بيكون في متورط فيه أشخاص نافذين حتى على مستوى الحكومات المركزية. فالاهتمام بهذه المناطق أعتقد أنها يخفف من وجود فساد على مستوى الحكومة. طيب، مشكلة يا فندم مثل مشكلة التمويل المالي للاتحاد، هي مشكلة قديمة ويعاني منها الاتحاد الأفريقي. يمكن هذه القمة في دورتها 31 تطرح ملف التمويل لتنفيذ قرار قمة كيجالي برواندا، والتي جاءت لتحدد باقتطاع 2% من الواردات الخارجية لدول الاتحاد لتمويل ميزانية الاتحاد. أليس من المستغرب أستاذ أيمن أن يكون الاتحاد مكون من 55 دولة فقط من ينفق عليهم 5 دول أو يدعموا هذا الاتحاد، وهي مصر والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا؟ هو ده المصيبه، ان انت عندك 5-6 دول، يعني مصر مثلا بتدفع تقريبا 14% من ميزانيه الاتحاد، في حين انها مش مستفيده بشكل كبير، ما فيش عائد حقيقي من هذا الانفاق. لكن لو تم من خلال برضو اعتقد البنك الافريقي موجود في مؤسسات اقتصاديه ومؤسسات تمويل موجوده في افريقيا، ليه ما يتمش تفعيل التجاره؟ احنا يا سيدي لا نعلم، احنا مثلا في القاهره او في مصر لا نعلم حجم الخامات ولا كميه الخامات الموجوده مثلا في زامبيا اللي ممكن نستفيد منها او نستوردها من زامبيا. اعتقد ده يعني ينطبق على كل الدول، الجزائر كذلك، جنوب افريقيا كذلك. فليه ما يكونش فيه تجمع او كيان اقتصادي يعمل على نشر ثقافه التبادل الاقتصادي والتعامل بين الدول، ويبقى يشتغل او يشغل رجال الاعمال ويضمن لهم الحمايه، يشغل رجال الاعمال والمستثمرين ويضمن لهم الحمايه في الدول اللي هيشتغلوا فيها، ويبقى فيه جزء من 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 هذا يعني الربح، او يخصص جزء من ارباح هذا الكيان او رجال الاعمال للصرف على وصلت الصوره. الاتحاد. شكرك استاذ ايمن السيسي الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الافريقيه بالاهرام، شكرا جزيلا لك.